السلام عليكم. من الرائع في الدنيا أن تكون إنسان يراعي مشاعر الآخرين، ولكن عليك أن تنتبه بين مراعاة مشاعر الآخرين ومحاولة إرضاء الآخرين طوال الوقت على حساب نفسك، لأنه ببساطة كلما حاولت إرضاء الآخرين طوال الوقت فإنك بذلك تجعل مشاعرهم أهم من مشاعرك. إذا أجلت مصالحك وحياتك وسعادتك وقدمت عليها مصالح وسعادة الآخرين، حتى لو كنت تعتقد أنك تفعل هذا بدافع الحب والتضحية، سينتهي بك الحال إلى الشعور بخيبة الأمل إزاء ردود أفعالهم تجاهك، لأنك تقدم الكثير من الحب والتضحيات وتنتظر أمامها الكثير أيضا، أو الوقت الذي يعوضونك فيه عن كل ما ضحيت به من أجلهم. وإذا لم تجد منهم في المقابل ما كنت تتوقعه، سيمنعك كبرياؤك حينها أن تعاتبهم وتذكرهم بأنك لا تستحق ما يفعلونه معك الآن. إذا كنت تعتقد أن التضحيات التي تقدمها للآخرين ستكون دينا لك عليهم وسيرد لك، فإنك ببساطة تخدع نفسك وتمنح الفرصة للآخرين كي يتحكموا بك ويحبطوك. سوف ينتهي بك الحال إلى كونك شخص يتوقع الكثير من الآخرين بصورة تشعر معها دائما بالاستياء الشديد. لماذا علي دائما أن أقدم وأصبر وأضحي وفي المقابل لا أجد ما أستحقه؟ وبعد قليل تفقد الحياة بهجتها وتبدأ بصورة مرضية في رفض تقديم أي شيء لأي شخص، وقد تتحول لشخص بائس يفضل الوحدة، شخص لا تعرفه، شخص فقد للثقة في نفسه وفي الناس. لو أن هناك من يحبك أو يقدرك، فاعلم أن هذا الشخص يحبك بالفعل بدون أن يكون هناك ما ينبغي عليك عمله لتحظى بذلك الحب أو هذا التقدير. قدر مشاعر غيرك وراعها، ولكن دون أن تنسى تقديرك لذاتك ولمشاعرك. إذا كان هناك شيء هام وضروري بالنسبة لك وتستطيع عمله الآن، قم بعمله حالا، فأنت لست مدينا بشيء لأحد حتى يجادلك في أمر تحقيق أهدافك وإسعاد نفسك. وتأكد إن من يحبك حبا خالصا سوف يسعد لسعادتك، أما من يكرهك سيكرهك بصرف النظر عما تفعله. أما من يحبك حب مشروط بما تقدمه له وتضحي به من أجله، فمن الأجدر بك أن تفعل كل ما تريده ولا تبالي بهم، لأن هؤلاء مهما قدمت لهم لن يحبوك سوى بالانصياع لهم وتلبية كافة طلباتهم ورغباتهم على حساب نفسك. أسعد نفسك ولبي طلباتك وحقق أحلامك، ثم حاول حينها مراعاة مشاعر وإسعاد من يستحقون من حولك، فقط من يستحقون من حولك. والله يحفظكم ويحفظ قلبكم.